بغيت نصيفط لكم هذا الفيديو من مدينة الرباط ومن الوزارة. بغيت نشكركم على المجهود والعمل اللي قمتوا به خلال هاد جوج الأسابيع الأخيرة داخل مدينة مراكش فيما يخص الحملة ديال النظافة، وخاصة لي غرافا اللي كانوا تيشكلوا في الحقيقة نقطة سوداء داخل مدينة مراكش، واللي مدينة مراكش تستحق منا العمل المشترك باش تعاود تلقى ديك الجمالية ديالها وداك العيش الكريم للمواطنين والزوار ديال المدينة. بغيت بالمناسبة نشكر السيد الوالي جهة مراكش أسفي، سيد رئيس الجهة على الانخراط ديالو، جميع المنتخبات والمنتخبين ديال المجلس الجماعي وتاع المقاطعات اللي في الحقيقة كلهم داروا واحد المجهود ونخرطوا في هذه العملية. بغيت كذلك نشكر كافة الأطور ديال المجلس الجماعي وديال الولاية اللي في الحقيقة بينوا على واحد الحماس في هذه العملية وبينوا على القدرات ديالهم على العمل المشترك وانخراط في عملية في صالح المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم سيد صمد النجماوي اللي هو إطار داخل مؤسسة ديال المجلس الجماعي واللي كان هو المنسق ديال هذه العملية. بغيت كذلك نوجه الشكر للمواطنات والمواطنين اللي في الحق ساعدونا في الأحياء ديالهم، واللي تنعرفوا حنا هل مراكش تنعتبروا مدينتنا بحال دارنا وتنحافظوا عليها، وتنطلب من المواطنات والمواطنين من الشركات ديال القطاع الخاص كاع اللي انطلق في شي أوراش كانت كبيرة أو صغيرة ياك يربط اتصال بالجماعة باش ان شاء الله نحافظوا على هذا المكتسب ديال نظافة المدينة، لان بينات بان كان تأثير سلبي على المدينة. وان شاء الله تنتمناو باش هذه الحملة تكون بداية ديال واحد التحسيس ما بيننا، وما نخليوش باش دوك الازبال تمشي في اي منطقة، راه كاينة لا ديشارج، كاين لا كارير فين تيمشيو لي غرافا، وينخرط الجميع في هذه العملية حفاظا على مدينتنا. شكرا للجميع.